انت قادر تصنع فرق في مجالك، قادر تعمل شيء اسا انت ما عملته قبل في الايام الماضيه. لما فعلا اليوم وكل يوم تتبنى هي العقليه وتاخذها بعين الاعتبار. سلام الجميع، سعد يومكم يا رب. معكم وئام عبود بفيديو جديد. طبعا اذا انت اليوم جديد في القناه ادعوك ان تشترك بهي القناه. هي القناه هي هدف الاساسي دعم المسافرين في رحله النجاح بافكار داعمه، وهدف التالي هو دعم اكثر من مليون مسافر في رحله النجاح. بفيديو اليوم بصراحه بدي اتكلم عن موضوع جدا جدا اثر فيني في الايام الماضيه وما زال، وتعلمته من كثير من الشخصيات العالميه والعربيه وكثير من الاشخاص اللي التقيت معاهم هن صنعوا بزنس في انحاء العالم وبزنس كبير. وهذا الموضوع كمان تكلم عنه احد رجال الاعمال والكتاب، شخص اسمه تي هارف ايكر، مؤلف كتاب اسرار عقيده المليونير. تكلم عن هذا الموضوع، لم تكلم عن موضوع ملفات الثراء، تكلم عن الفرق بين عقليتين موجوده عند الاشخاص المسافرين في هذا النجاح. راح اتكلم بشكل بسيط عنهم، ربما تكون تذكره للبعض او تقويه للبعض، وانا متاكد راح تستفاد كثير من هذا الموضوع. تكلم عن فرق بين عقليتين ضروري نحن نعالن، ونفس الوقت نحن نختار العقليه اللي فعلا اللي بدنا اياها. بيقول لك انه في اول نوع من العقليه بسموها عقليه الضحيه. اوكي، عقليه الضحيه اذا احنا اليوم شفنا كاسه، اوكي هي الكاسه معبايه لنصها كاسه مي، في عندك نص الفارغ ونص المليان. في كثير نسمع بالايام الماضيه انه يا اخي طلع على النص المليان من الكاسه، فلان بيقول لك لا يا اخي خليني اطلع على النص الفاضي، لما اطلع على النص الفاضي راح اعرف انا كيف اعبيه. وربما انا شيء اللي تعلمته انه لما انا اطلع على النص الكاسه المليان راح اعرف كيف اني انا اعبي هذا النص الثاني الفارغ. ربما اتعلم يعني اخذ نظره للنص الفارغ، ولكن الافضل اني انا اطلع اكثر للنص المليان لاقدر اعبي النص الاخر. اوكي، او ربما اجيب كاسات اخرى اعبي هي الكاسات اخرى، ممكن انصاص انصاص انصاص، ولكن دائما بكون عم اعبي هي الكاسات. لما احنا نبدا بالامتنان، الامتنان هو عباره اني انا انظر على نصف الكاس المليان، انظر شو الامور اللي انا عندي اياها في البدايه بعدين انطلق لاطور. عقليه الضحيه تعريفها انه هي تنظر لنص الكاسه الفارغ. لما الشخص يتبنى هي العقليه اللي هي اوريدي هي التبني وبرمجه، نحن ما اجينا فيها اصلا، لما اجينا على الحياه ما اجينا بهي العقليه. وهذا اعطي مثال على هذا الموضوع، بتلاقي انه من مؤشراتها دائما بتلاقي هو بيلوم، اوكي دائما يلوم الظروف، يشتكي انه هما كذا هما كذا، دائما يضع اسباب اني انا مثلا هذا الموضوع خلص انا ما فيني ابدا اعمل نص كاسه مليان، او ما فيني اعبي هذا النص الكاسه الفارغ، هو خلص مفرغ، ما راح اقدر انا هاي الامور الموجوده ماني قادران اعمل اي شيء. فقط بتلاقي الشك واللوم هو اكثر الامور الموجوده في هي العقليه. كيف تتطور هي العقليه؟ لما انا اجالج اشخاص من نفس العقليه، لما اجالج اشخاص عندهم نفس عقليه اللوم والاشتكاء، مثل كمان الحسرة على الماضي أو القلق من المستقبل أو أي مهم أي شيء يدعم نص الكاسة الفارغ، ما هو العكس منه. وتكلم حتى أيضا هذا الموضوع تي هارف إيكر إنه عقلية البطل، وهي العقلية كلياتنا نحن إجينا فيها على هي الحياة. يعني اليوم كل حدا اليوم عم يشوف هذا الفيديو تخطى أكبر معركة في التاريخ صارت، أوكي في تاريخين قول في تاريخك لألك، وأكبر معارك ربما في التاريخ، لما أجينا على هي الحياة بين أكثر من 30 إلى 60 مليون نطفة نحن أجينا على هي الحياة. تخيل معي هذا الموضوع رجاء بطريقة علمية وليس طريقة فلسفية. نعم نحن أجينا وفزنا، وأجينا بسبب تبني وجود هي العقلية في الأصل، هي عقلية البطل يلي هي بالحياة. لما هي نحن نطلع على نصف الكاسة المليان، نطلع على نصف الكاسة المليان ونشوف كيف نحن ممكن نستثمر الأمور المتاحة بين إيدينا لحتى نتقدم أكثر، لحتى نتطور أكثر، لحتى نحصل على حياة أفضل، لحتى نحن نطور البزنس، أو ممكن نحن ننجز الدراسة اللي عم نعملها. وهي العقلية من الضروري دائما، يعني إذا كنت في بعض الحالات متبني لعقلية الضحية وعندي بعض المواقف متبني عقلية البطل، من الضروري أبدأ أوعى على هذا الموضوع إن أنا أحط بذور لهي العقلية اللي هي عقلية البطل وأسقيها وحط لها سماد، أوكي لحتى دائما تصير عبارة عن عادة أو تصير عبارة عن شخصية متأصلة ومتطورة في الحياة. كيف أنا ممكن طور هي
عقلية البطل، لما أجالس أشخاص عندهم هي العقلية. طب أنا ما في حدا من حوالي عنده عقلية البطل، أوكي ممكن تشتري أحد الكتب لأحد الأشخاص هي تشرب معها فنجان قهوة. لما أنت مثلاً تجيب أحد الكتب، وفي كتير كتب ممكن من مجالك أو بمجال الحياة، وتسمع كلام هذا الشخص أو تقرأ. إذا أنت ما بتحب القراءة ربما أنت تشوف أمور سمعية، أو ممكن أنت تشوف نوع من الفيديوهات بحيث تدعم دائماً هي العقلية عندك. لأنه اليوم الوقت المثالي لأنا أطور وأدعم هي العقلية وأطبق هي العقلية هو اليوم وكل يوم. طيب شو السبب؟ لتجربة حياة بشرية رائعة وأفضل، فيها تجارب رائعة وفيها أمور أروع في الحياة. إحنا اليوم إجنا بالحياة هل نشتكي هل نتضايق؟ البعض بيقول أوكي إحنا هاي أمور إنسانية بدنا نعيشها. أكيد يعني اليوم لا أنا ولا أنت بنحب نكون متضايقين أو مزعوجين أو نروح لموضوع اللوم أو الاشتكاء. هل هذا الموضوع صار بيوم الأيام عندك يا وئام؟ أي نعم كثير في الأيام الماضية، ولكن دائما بفترات بوعا إنه لا وئام أنت هلا حاليا انتبه، أنت هلا حاليا إذا عم تفكر بهي الطريقة أو عم تأخذ الموضوع من هذا المنظار هي عقلية ضحية. أوكي شو اللي بدك يا وئام؟ بدي أنا أكون أفكر بعقلية البطل. أوكي عقلية البطل شو بتعمل؟ شو بتفكر؟ بتفكر بالتقدم، بتفكر بحياة أفضل، بإنكم أكبر، بتطور أكبر، بنتائج أفضل، بتفكر إنه كيف هي ممكن تستثمر الشيء الموجود المتاح لحتى يطلع غير متاح. وهذا الموضوع تكلمت شوي فيه بفيديو اسمه لمن أعطيت مفتاح نجاحك، تكلمت عن مصدر منتصر ومصدر مهزوم بطريقة أكثر ممكن كمان تشوفه بالقناة يمين أو يسار. وهذا الموضوع بصراحة قرأت عنه حتى في 2011 لأحد الشخصيات معظمكم بيعرفوا دونالد ترامب، تكلم عن هذا الموضوع بكتاب اسمه Think Like a Champion. أوكي تفكر كبطل. بصراحة جدا أثر فيني هذا الكتيب، قرأته 2011، إنه بكل مرحلة سأل حالك سؤال لما أنا أكون بطل هي القصة كيف رح فكر؟ بالدراسة أو بالعمل في بيزنس خاص عم تعمله بأي مجال أنت داخل فيه، لما أنا أكون بطل هي القصة كيف رح فكر؟ لما اليوم الكاميرا والإخراج عليك أنت كبطل هذا السيناريو كبطل هي القصة كيف رح تفكر؟ اليوم بكل الأفلام اللي بنحضرها بتلاقي أنت خلص بالعمق إنه لما تلاقي هذا بطل الفيلم إيه خلص يعني هو بطل الفيلم، فأنت عارف إنه هو رح ينجح بالسيناريو المحطوط، بس أنت عندك نوع من الكريسيتي الفضول إنه كيف رح ينجح كيف رح يقدر ينجح، بدك تشوف كيف هو شو رح ينجح بالأحداث إن كان مع الشرطة والكان أو مع الحرامية أو الكان ببحث علمي معين أو ببزنس معين. أنت بالعمق عارف إنه خلص البطل ما رح يموت، البطل هو رح ينجز في النهاية، فهذا بالعمق. فنفس الشيء اليوم أنت في العمق عندك شخصية البطل، وهذا هو الوقت أنك أنت تخلي هاي الشخصية وهي العقلية دائما تكون هي في المقدمة، دائما تكون في المقدمة، وبالعمق عارف هاي العقلية وهي الشخصية هي رح تربح، هي رح تفوز. من الجيد يطلع عندك هذا الشعور من الفضول، تعرف حالك رح تنجح وعارف عندك أنت رح تتطور رح تكبر إسا أكثر، ولكن في عندك فضول كيف هي الشخصية اليوم لأنها اللي عم بتبناها رح تحقق هي النجاحات الأكبر، وبالتالي أنت صار النجاح والفوز والبطولة هو خيار أساسي وأولي عندك. ليش؟ لأن أنت اليوم بطل فيلم، أنت اليوم بطل الفيلم تبع حياتك. نعم أنت اليوم أنت عم تشوف، هل أنت اليوم شايفني؟ أوكي اليوم أنت كبطل أنت عم تنظر عم تراقب عم بتشوف أوكي لتطور وتدعم هي الشخصية اللي في داخلك. ونفس الشيء في أي مجال أنت قادر تصنع فرق في مجالك، قادر تعمل شيء إسا أنت ما عملته قبل في الأيام الماضية، لما فعلا اليوم وكل يوم تتبنى هي العقلية وتاخذها بعين الاعتبار وتكون به الأولوية وتعمل أفعال وعمل على أساسها بشكل يومي مثل أنت النبتة أو الشجرة، زرعتها سقيتها حطت لها سماد اعتنيت فيها كل يوم، وبالتالي أنت فرحت في ثمارة لاحقة، ولكن أثناء عملية السقاية والسماد أنت كنت مستمتع. فاليوم بهي التجربة البشرية الرائعة برحلة النجاح أنا وأنت اليوم بهذا الطريق، من الضروري نذكر بعض أوكي إنه إحنا اليوم إجينا كأبطال، ومن الرائع إن أنجز كأبطال أوكي، ولو حتى خسرنا بلحظات خسرنا كأبطال، لأننا عارفين رح نرجع نوقف من أول وجديد ونعمل إسا أمور ما عملناها قبل في الأيام الماضية. فتذكر اليوم وكل يوم والأسبوع اللي جاي والبعده أنا وأنت أبطال في رحلة النجاح. إذا أثر فيك هذا الفيديو أنت كبطل اضغط زر اللايك وانشر هذا الفيديو لأصدقائك اللي أنت بتشوف فيهم بذرة الأبطال أو تذكرهم ببذرة البطولة الموجودة في داخلهم، لحتى إن شاء الله سوية أنا وأنت وأصدقائنا نصنع حياة أفضل وأحلى وتجربة رائعة. شكراً كثير لكم، شوفكم بخير بالفيديو القادم. سلام.